السلام عليكم اعزائي المشاهدين. النهارده وصلني 4 منتجات من شركه يو جرين، وهي شركه متخصصه في صناعه الاكسسوارز عامه بتاعه الايفون، الايباد، اي منتج من منتجات الموبايلات والكمبيوترات والحاجات دي. وفي خصم 20% على المنتجات بتاعه يو جرين كلها على امازون مصر او امازون السعوديه، امازون امريكا. الخصم بتاع 11 11. هحط لكم اللينك تحت في الفيديو لو عايز تعرف اسعارهم، لان الاسعار بتتغير عشان بينزل عليهم خصومات كتير. طيب هنتكلم دلوقتي عن حاجات جايه لي بتخص الايفون. نبدا باول حاجه معانا، وهو الماجنتيك وايرلس تشارجر. بيدعم الفاست تشارجنج، وفي الماجنتيك اللي هو سناب اون. خلينا نجربه دلوقتي هل بيدعم بتاع الايفون ولا لا. وفي ميزه صراحه خطيره فيه، انه السلك يخش في الشاحن نفسه، فتقدر تسافر بيه او تروح بيه اي مكان. 15 واط ده بالنسبه للموبايلات اللي زي سامسونج او اي حاجه غير منتجات ابل. بالنسبه لمنتجات ابل، للاسف ابل بتعمل الحركه دي، ما اعرفش تقريبا عشان تخليك تشتري منتجاتهم، وهي ان الشاحن ده 7.5 واط لو منتجات ابل. خلينا نفتح الشاحن الماجنتيك. تمام، ادي الشاحن. طيب الشاحن ده بقى ميزته يا جماعه هو الحركه دي، الصراحه حركه خطيره ان انت تلم السلك لو عايز تسافر بالشاحن. حاطين لك هنا اللوجو بتاع يو جرين، بس بصوا بقى الحركه دي، دي حركه صايعه قوي، ان الرابر اللي انت بتخبي فيه السلك ده مجرد رابر فقط عشان حفاظ الشاحن نفسه. الشاحن عامل زي الشاحن بتاع الماكسيف بتاع ابل، منكم عارفه، بيمسك في الايفون، حجمه برضو ممتاز، فهتقدر تستخدم الموبايل وانت بتشحن في نفس الوقت بالماك سيف. الشاحن ده مش معمول بس خاصة عشان ايفون، طبعا تقدر تستخدمه مع اي حاجة. بصراحة فكرته لذيذة جدا، وبيجي بيو اس بي سي. طيب خلينا نجربه بقى ونشوف. شحن تمام، مفيهوش اي مشاكل، ما بيعملش طبعا الحركة بتاعت الشاحن بتاع ابل نفسه انه يعمل لك دايرة كده. نخش على المنتج اللي بعده، وهو ماجنتيك كار اير فينت، اللي هو بيركب طبعا في الفتحه بتاعت التكييف. كاتبين لك هنا انه بيلف في كل الاتجاهات وفليكسيبل وكلام من ده. بيقدر يمسك موبايلات بحجم شاشه 4.7 انش لحد موبايلات 7 انش. خلينا نبدا نفتحه على طول ونشوف اللي جوه. ودي الماسكه بتاعت الموبايل. طيب ادي الكار ماونت، زي ما انتم شايفين الماجنتيك الصراحه قوي جدا. احط دي كده على الموبايل، ماسكة ممتازة جدا، ماسك الموبايل ممتاز. طبعا في ميزة في موبايلات الايفون خاصة، هي ان انت ممكن تشبكه على طول، بس طبعا هيبقى شوية ممكن يتزحلق، بس هو ماسك كويس، يعني زي ما انتم شايفين ماسك كويس عشان في ماجنتيك في ظهر موبايل الايفون. وزي ما انتم شايفين في العربية ماسك كويس جدا، احسن كمان من اللي كان عندي قبل، لانه حجمه ضخم قوي اللي هو بتاع بلكن، مع انه كويس ولكن ده حجمه اصغر بكتير، وبيمسك الموبايل بيعمل نفس الوظيفه يعني. طبعا بيلف في كل الاتجاهات، عاملين بكره هنا ورا، تقدر تلفه في اي اتجاه انت عايزه. طيب نخش على المنتج اللي بعده، السماعات. وكمان معانا سلك بديل للسلك بتاع ابل، لان زي ما انتم عارفين طبعا منتجات ابل بتأفور شويه في اسعارها، فده سلك يعني بسيط خالص، سلك عادي خالص، يو اس بي سي للايتنج. طيب ادي لقطه غريبه للسلك لو انت بتفكر تشتريه، يو اس بي سي للايتنج. نخش بقى على السماعه، ودي سماعه معموله لمنتجات ابل عامه اللي بتدعم اللايتنج. طبعا انت ممكن تقول لي ليه سماعه سلك في الزمن اللي فيه اصلا السماعات الوايرلس بقت سعرها كويس؟ هقول لك، اللي عارف طبعا وبيسافر كتير هيعرف ان خير وخليل ليك هو السماعات ام سلك، لان السماعات الوايرلس بتفصل كتير. نفتح بقى ونشوف اللي جوه، انبوكسنج بسيط جدا. 4 مقاسات للاير تيبس، راكب هنا تقريبا الميديوم. ماتيريال السماعه الصراحه ممتاز، والشكل بتاعها رائع بصراحه. حاطين لك هنا حته كروم كده وعليها اللوجو بتاع يو جرين، وهنا حاطين لك التحكم بتاع الفوليوم اب الفوليوم داون، وهنا علشان ترد او سيري او ايا كان من الحاجات دي. شكلها لذيذ الصراحه. او يا جماعه صوتها عالي جدا، خلينا اسمعكم حته كده. الصوت عالي جدا جدا جدا، لما بتعليه فل كمان ما بينغوش
ولا بيعمل نويز، فالسماعات الصراحة ممتازة جدا. للي عايز يعرف صوتها هيبقى عامل ازاي في المكالمات، ادي الصوت، انا سايب المايك براحته خالص كده، قربت المايك من بقي، هل الصوت واضح ولا لأ؟ انت اللي تقولي الصوت اللي انت سامعه دلوقتي بالنسبة لك مناسب ولا لأ في المكالمات او في التسجيل لو عايز تسجل اي حاجة. بصراحة أنا شايف إن الصوت بتاع المايك ممتاز جدا. وبس يا جماعة، آدي الأربع منتجات اللي معايا من شركة يو جرين، هحط لكم الروابط بتاعت الشراء تحت في الديسكريبشن. هتلاقي المنتجات دي موجودة في مصر أو في السعودية أو في أي مكان أنت عايز تروحه، لأن شركة يو جرين من الشركات اللي بتصنع حاجات بكواليتي ممتاز جدا وبسعر معقول. اتمنى يكون الفيديو السريع ده عجبكم، ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. لو عجبك الفيديو حط لايك، لو ما عجبكش دوس على زر الديسلايك مرتين، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.